السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل أصباحكم كل خير وصحة وعافية مشاهدينا ومستمعينا الكرام. حلقة جديدة من برامج صباح واحد نتعرف من خلالها على الفعاليات المصاحبة لكأس العالم فيفا قطر 2022، بالإضافة لعدد من المواضيع العالمية والفقرات المحلية. والبداية مع أبرز العناوين. وزارة الأوقاف تفتتح المعرض الإسلامي التفاعلي ضمن فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022. مهرجان المحاول التقليدية فرصة إثرائية لزوار المونديال. ومن ضمن فقراتنا اليوم أيضا من حول العالم راح نتابع اكتشاف أقدم نص في اللغة البسيكية في إسبانيا. ورواد فضاء يتدربون على بركان في إحدى جزر الكناري. ومن هذه المشاهد المونديالية التي يتزين بها كورنيش الدوحة، دعنا نتعرف على سؤالنا الحلقة الذي تم طرحه يوم أمس عبر إنستغرام قناة الريان. لديك أسس شخصية حول تربية الأولاد وما هي؟ بنتعرف على تفاعلاتكم خلال حلقتنا. وأولى فقراتنا اليوم وصلت إلى الدوحة النسخة الأصلية من كأس العالم في نهاية جولتها التي شملت أكثر من 50 دولة ومنطقة، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات المونديال. خلينا نشوف معكم تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بعد جولة ترويجية شملت أكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم، عادت النسخة الأصلية لكأس العالم إلى الدوحة عاصمة المونديال، وذلك قبل أيام من انطلاق صافرة البداية للمنافسة على الفوز بهذه الكأس الأغلى عالمياً. وقد تم عرض الكأس الأصلية خلال هذه الفعالية التي احتضنتها مدينة مشير بقلب الدوحة. وكانت الجولة العالمية للنسخة الأصلية لكأس العالم التي انطلقت في مايو الماضي قد شملت جميع الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، إضافة إلى دول أخرى في تقليد بدأ للمرة الأولى عام 2006. ومثلت الجولة الترويجية فرصة للجماهير من أجل مشاهدة الكأس الأصلية التي سيتنافس عليها 32 منتخبا اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وستبقى النسخة الأصلية من الكأس تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من الآن وحتى يوم المباراة النهائية، حيث سيتم تسليمها للمنتخب الفائز بلقب البطولة خلال النهائي الذي سيقام على ملعب لوسيل يوم 18 من ديسمبر المقبل. والآن إلى جولتنا اليومية مع صحفنا المحلية التي تطغى عليها أخبار كأس العالم في فيفا قطر 2022 الذي ينطلق بحول الله يوم الأحد المقبل، إلى زميلة فوزية عامر وجولتنا المعتادة مع الصحافة. نبدأ الجولة بصحيفة العرب. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يزور مركز قيادة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض، ويلتقي كبار المسؤولين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث والفيفا مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. يفتتح مشروع جزيرة المهاب بمدينة لوسيل ويطلع على المرافق المنفذة وفق أبرز المعايير العالمية.
زيادة مسارات المركبات من 9 إلى 24 مساراً في منفذ أبو سمرة البري الحدودي مع المملكة العربية السعودية، تزامناً مع استضافة دولة قطر لكأس العالم فيفا قطر 2022 لاستيعاب الجماهير القادمة من دول مجلس التعاون. الخطوط الجوية القطرية تعلن استضافة 140 من أساطير كرة القدم في العالم للمشاركة في بطولة المشجعين التي ستقام ضمن مهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع. ننتقل إلى صحيفة لوسيل. دولة الكويت تؤكد وقوفها ومساندتها ودعمها لدولة قطر في استضافتها كأس العالم فيفا قطر 2022 وتضع كل إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث العالمي. مجلس الشورى يطلع على مشاريع أشغال المرتبطة بكأس العالم بحضور رئيس الهيئة وعدد من المسؤولين. حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: مونديال قطر فرصة لبناء جسور التعارف بين شعوب العالم، ولدى قطر أمال كبيرة في تغيير الصورة النمطية عن العرب. جالير المرخية يطلق معرض 50/50 في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا للترويج للثقافة القطرية والعربية بمشاركة نخبة من الفنانين القطريين والمقيمين، ويستمر المعرض حتى 20 يناير المقبل. إلى صحيفة الوطن. سعادة الدكتور علي بن سمخ المري وزير العمل خلال مشاركته في جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي لن نقبل خطاب الكراهية والمونديال يتعرض لحملة إرهاب فكري وإعلامي. سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يؤكد جاهزية شركات الاتصال في دولة قطر لتقديم خدمات عالية المستوى في بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية ورعاية الصحية الأولية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للسكري 2022 الذي يوافق 14 نوفمبر تحت شعار التثقيف من أجل الحماية في المستقبل. جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تحصل على اعتماد مجلس الامتحانات الوطني للسلامة والصحة المهنية نيبوش ومقره المملكة المتحدة من الفئة الذهبية. إلى صحيفة الشرق. دراسة جديدة بين جامعتي قطر وبنسلفانيا تؤكد أن استهلاك الشاي يحسن من الوظيفة الإدراكية. سدرة للطب يطلق عيادة جديدة لعلاج العقم عند الذكور تضم استشاريين خبراء في الخصوبة ومختصين في علم الأجنة. مكتبة قطر الوطنية تستضيف ندوة نقاشية افتراضية حول جهود مكافحة التداول والاتجار غير القانونية بالآثار والتراث الوثائقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وزارة الداخلية تعلن ضبط 3 أشخاص أعادوا بيع تذاكر كأس العالم خارج المنافذ الرسمية المعتمدة من الفيفا والبلد المضيف. نختم الجولة بصحيفة الراية. سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم الثاني وزير التجارة والصناعة يتفقد عدداً من المراكز بالوزارة للإطمئنان على جاهزية واستعداد الوزارة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. الدكتور عبد الله الحمق الرئيس التنفيذي للجمعية القطرية للسكري: إبر أنسولين أسبوعية لمرضى السكري من النوع الأول قريباً، وشركات أوروبية بدأت عمليات الإنتاج. السفينة MSC بويسيا ثاني الفنادق العائمة ترسو في ميناء الدوحة لتقديم ضيافة فاخرة لمشجعي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا تعلن آلية دخول جديدة سيبدأ تطبيقها اليوم حتى 18 ديسمبر، وذلك ضمن استعداداتها لبدء برنامج فعالياتها المصاحبة لكأس العالم فيفا قطر 2022. نظل معكم مع أخبارنا وننتقل مباشرة إلى زميلة حنان بلان وجولة في معرض جولز الذي تطلقه أو ينطلق في مكتبة قطر الوطنية. تفاصيل أكثر مع حنان. صباح الخير يا حنان.
صبحت الله بكل خير زميلتي خلود، ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين ومستمعين قناة الريان، حياكم الله في برنامجكم الصباح ربح. مثل ما قلت لكم زميلتي خلود، اليوم أنا متواجدة معكم في مكتبة قطر الوطنية اللي تحتفل اليوم بانطلاق بطولة كأس العالم فيفا 2022، أكبر بطولة لكرة القدم في العالم تقام لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط، وتنظم بهذه المناسبة معرض يسلط الضوء على رحلة كرة القدم في دولة قطر بعنوان جول. خلونا مشاهدين أول شيء نبتدي جولتنا بهذه المقولة الرائعة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الله يحفظه إن شاء الله: تتطلع قطر بكل شغف وحماس أكثر من أي وقت مضى للترحيب بضيوفها من كافة أنحاء العالم في نسخة استثنائية من بطولة كاس العالم. خلونا الحين بعد ننتقل إلى المجسمات أو نقول البثات الموجودة هنا في المعرض اليوم. طبعا هو يتركز أو نقول يعني المعرض يتضمن رحلة الأجيال اللي مروا فيها الملاعب أو حتى اللعيبة أو حتى بعد الحكام. عندنا هنا جيل الرواد مثل ما تشوفون، مباراة بين منتخب قطر ومنتخب الكويت، هاي كان في 1977. وهني عندنا مشاهدين منتخب قطر في طهران، طبعا صور قديمة وتراثية مثل ما نقول. حلو ان حتى اللي جايين من برا يزورون هذا المعرض ياخذون فكرة عامة عن شلون قبل كانوا حكامنا او لعيبتنا او حتى منتخبنا حتى من الدول الشقيقة غير قطر طبعا. أوكي خلونا نكمل بعد جولتنا هني في المعرض اليوم في مكتبة قطر الوطنية. عندنا مكتوب هني تكوين المنتخب الوطني، المنتخب القطري للشباب ثاني أبطال آسيا للشباب تحت 20 عام لعام 1980. طبعا معلومات كثيرة وكثيرة وأشياء جميلة جدا في هذا المعرض راح تفيد أجيالنا اللي في الوقت الحالي طبعا، وبعد اللي جايين من برا يزورونا. المعرض راح يكون مفتوح إن شاء الله لغاية نهاية شهر فبراير، اللي حاب يجي طبعا المعرض مفتوح، حياكم الله تعالوا زورونا وتشوفوا وخذوا فكرة عامة بعد، حتى اللي الأطفال إذا حابين يشوفون شلون يعني اللعيبة قبل، طبعا الله يرحمهم والله يحفظ اللي موجودين بعد الحين، وبعد الملاعب والاستاد بعد شلون كانت قديما. هاي كل اللي كان عندي في مكتبة قطر الوطنية، خلونا الحين نرجع لكم إلى الصباح روح. شكرا حنان، حلوة الجولة الصباحية هذه، وأكيد هذه دعوة كثيرة الفعاليات موجودة في الدوحة، حين فرصة أن أنتوا تشوفون كل الفعاليات الموجودة وتقدرون تزورونها. ومشاهدينا مع تدل الأجواء دعونا نتعرف أو نتوقف قليلا مع أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم ولا نعود. والآن نصل معكم إلى أخبار العالم. ورواد فضاء يتدربون على بركان في إحدى الجزر جزر الكناري لتشابه صخوره مع طبيعة القمر والمريخ. نتابع. بحقول الحمم البركانية السوداء والفوهة والتدفقات البركانية، تتشابه جيولوجيا لانزاروتي إحدى جزر الكناري الإسبانية مع طبيعة القمر والمريخ بشكل كبير، لدرجة أن وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا أرسلتا رواد فضاء إلى هذه الجزيرة لتدريبهم. But what makes it even more special is that this place here has lavas that are very, very similar to the ones we find on the moon. So really, if you look around, you could imagine yourself to be right on the surface of the moon. And that makes it a unique training ground.
ويتعلم المتدربون طريقة تحديد عينات الصخور وجمعها وإجراء تحليل حمض النووي في المواقع للكائنات الدقيقة وإبلاغ مركز التحكم في المهمة بما توصلوا إليه. When they go to the moon, they will have to collect samples. In here, they learn like how to select the samples, what are the best samples to collect, to document what has been the history, the geological history of a site. كذلك تستخدم وكالتا الفضاء الأمريكية والأوروبية جغرافية لانزاروتي لاختبار مركبات المريخ التي يتم التحكم فيها عن بعد والمصممة للسفر على سطح الكوكب الأحمر. وإلى أسبانيا، تم اكتشاف أقدم نص باللغة الباسكية في إقليم الباسك القديم في منطقة نافارا الأسبانية، وقد نقش على يد برونزية منذ أكثر من 2000 عام بحسب السلطات الإقليمية. وتعتبر اللغة الباسكية والأسبانية هي اللغات الرسمية في هذا الإقليم، إذ أن اللغة الباسكية هي من أقدم اللغات في أوروبا. ومن أسبانيا إلى مقدونيا، ويتابع صانع الكمان في مقدونيا الشمالية نغمة مثالية بعدما كان غير قادر على شراء الكمان لابنه الصغير آنذاك. تولى إسفيتوزار زمام الأمور بنفسه وصنع آلة بمفرده، وبعدما يقارب 40 عام استطاع ابنه أن يصبح عازفا مشهورا ليقدم عروضا في برشلونة حاصلا على عدة جوائز. ومعلوماتنا اليوم موسيقية، ونظل معكم مع الموسيقى. وآلة التشيلو هي أقرب الآلات لصوت الإنسان، وسنة 1560 كانت السنة التي بدأ فيها العالم بالاستمتاع بأحد أجمل الآلات الموسيقية على الإطلاق. كل الشكر لمخترع آلة التشيلو الإيطالي أندريا أماتي. التشيلو آلة دافئة وعميقة، يقرون بأنها آلة رائعة للكتابة، فهي قادرة على إعطاء تعبيرات خاصة ومنح إحساس يحاكي صوت الإنسان أثناء الغناء. الكثير من الناس عندما يسمعون إلى صوت أو يستمعون إلى صوت التشيلو يعتقدون أنهم يتحدثون إلى شخص ما. والآن من عالم الموسيقى نترككم مع بعض الفعاليات ونلتقيكم بعد الفاصل.
مرحبا فيكم جديد مشاهدينا ومستمعينا، ما زلنا معاكم في برنامج الصباح رباح. وافتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المعرض الإسلامي التفاعلي في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات المصاحبة لكأس العالم والتي تنظمها الوزارة. خلينا نتابع. ضمن فعاليات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المصاحبة لكأس العالم، افتتحت الوزارة المعرض الإسلامي التفاعلي في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. ويقام المعرض بالتعاون والتنسيق بين ثلاث إدارات بوزارة الأوقاف، هي إدارة الدعوة والإرشاد الدينية، وإدارة المساجد، ومركز الشيخ عبد الله بن زيد المحمود الثقافي الإسلامية، ويهدف إلى التعريف بالمسجد ورسالة الإسلام وإيصال صورتها الصحيحة السمحة للناطقين بغير اللغة العربية من زوار دولة قطر خلال بطولة كأس العالم، خاصة الناطقين باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. وزارة الأوقاف ومركز عبد الله بن زيد لديهم برنامج معتمد مستمر طوال السنة اسمه سياحة المساجد، بحيث أن كثيرا من الزوار الذين يأتون إلى دولة قطر يرغبون في معرفة أكثر عن المساجد أو عن دور المسجد وما إلى ذلك. فهذا المسجد اخترنا أن يكون مكانا لتعريف الزوار عن المسجد وعن معمار المسجد الإسلامي وعن دور المسجد في الإسلام، وكذلك بعض القضايا متعلقة بالمسجد حرصنا على أن يكون متوفر خلال فترة كأس العالم بعدة لغات، فزدنا بعض اللغات ليتوفر ذلك للزائرين نظرا لكثرة الزوار خلال هذه الفترة. يشار إلى أن المعرض الإسلامي التفاعلي يفتح أبوابه للزائرين من الرجال والنساء طوال أيام الأسبوع، ويستمر حتى 31 من ديسمبر القادم. وأيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات مهرجان المحامي التقليدية، والذي سوف يتضمن أو يتميز بكونه ضمن فعاليات المصاحبة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر. يشارك في هذا المهرجان نخبة من الفنانين القطريين، ومنهم الفنانة التشكيلية والمصورة القطرية موضي الهاجري. يسعدنا أن تكون معنا موجودة معنا اليوم في الاستديو. صباحك الله بالخير. يا هلا مرحبا، صباح الخير ليش للجميع المشاهدين ان شاء الله. يا هلا ومرحبا فيك. كلمينا عن استعداداتك للمهرجان، وان شاء الله يعني جابت لنا اليوم اشياء حلوه مزينه فيها الاستديو. في البدايه والله احب اني اهنئ شعب دوله قطر واميرنا الشيخ تميم بن حمد ال ثاني والعالم العربي كافه بهذا الانجاز الكبير، واشيد جدا جدا بالجهود الجباره في جميع المجالات اللي ان شاء الله ربي بيوفقها باذن الله، وبتكون مكللة بالنجاح، وسوف يذكرها التاريخ وتذكرها هذه الأيام وتذكرها الأجيال بكل فخر واعتزاز. وأود كذلك وأرجو أن الجميع يترك انطباع ويحرص على ترك هذا الانطباع والبصمة الجميلة لدى ضيوفنا اللي قادمين من جميع أنحاء العالم. فعليا هم جايين يبغوا يشوفونا احنا شلون حياتنا حتى اليومية، يعني يمكن ما راح يتغير شيء عندنا، لكن هذه فرصة فعليا ان نبين شغلات مختلفة، فمن ضمنها المحامل التقليدية. كلمينا عن هالمهرجان بشكل عام، وش اللي يميزه هذه السنة؟ حقيقة هذا المهرجان طبعا يقام على ساحل شاطئ كتارة، وهذه يمكن تقريبا النسخة التاسعة او الثامنة من اجمل المهرجانات حقيقة، خصوصا انه يجمع مجموعه كبيره من الدول العربيه وكذلك الدول الاخرى كلها تعني بالبحر والغوص والتجاره عبر هذه السنين، وكل ما فيها هو يختص فقط بالبحر. فاللي كان يعني شرف المشاركه السنه الماضيه وكان لمده شهر اثناء كاس العرب، وفعلا كان يعني شيء جدا مؤثر فيني، لان انا كنت احرص سنويا منذ البدايه هذه المهرجانات اني اروح التقط صور لطريقه المعروضات والنهمه احيانا والحركات البيع وغيرها، يعني في فعاليات حيه الواحد يشوفها وتميزها. نعم، فالحمد لله السنه كذلك حظيت ان انا اشارك بهذه الفرصه، وإن شاء الله بيكون لي بوث عند البوابة 15، بيكون في مجموعة كبيرة تحمل صور للهوية القطرية، من صور من تحف
وكلها صراحة أعمال يدوية 100% طبعا ما شاء الله. من ضمنها كذلك مغناطيسات، طبعا هذه من الخشب للمغناطيس للآي بوكس الصورة، هاي كلها صناعة يدوية في البيت. هنيش أستاذة موضي، يعني فعليا الواحد يوم يسافر أكثر العالم تدور شي سوفينيرز أو أشياء تذكارية تكون صغيرة، فالمغناطيس أتوقع وايد عالم يجمعون على أنه هو أهم شيء أنك تأخذه من هذه الدولة. نعم، لأن أنا هاوية جمع مغناطيس، فكل ما أروح صراحة في الدوحة لما ألف ما ألاقي شيء يعني بقطر بالذات، فكان هذا همي. طبعا مش اشتغلت على هذا الحين من سنتين، وطبعا كل سنة أنا أطور الموضوع أكثر ما شاء الله. الحمد لله يعني كانت مشاركة جيدة. كلمينا عن بعض اللوحات أستاذة موضي، من ضمنها هذه اللوحة. كثير عندنا المعالم في الدوحة، المعالم الحديثة والمعالم القديمة. حرص جدا حوالي حين 3 سنوات صرت أركز على المناطق اللي عندنا وأحاول إبرازها، بالإضافة لنوعية أخرى من الصور. إذا تلاحظين القوارب أنا حاطة فيها بعض التاتش اللي هو لمسات هذه التجريدية. فتعرفين دائما رسمة أو صورة أستاذة موضي، يعني مثلا أوكي. عندنا هذه، وللأمانة هذه التفاصيل فيها بالرغم من صغرها أنا مش قادر أميز. هذه صورة؟ كلها صور ما شاء الله. نعم، بس القوارب بما أن في فنون تشكيلية في الموضوع، فأحيانا تعرفين الفن التشكيلي ما يقدر بس يشوف الصورة، وهي لازم إلا يغير فيها شوي، يحرك فيها. وخصوصا أنا كفنون تشكيلية أشتغل تجريد، فدخل التجريد على الصورة الحقيقية، وحاولت أن أنا أظهرها بالطريقة هذه، طريقة فنية. وفعلا كل اللي يجي يقول هاي صورة ولا رسم، فأنا تعجبني طبعا التعليق هذا يعجبني. جميل. طيب بيكون لكم مثلا مخصص زاوية بوثات انتم يعني؟ نعم، ستتاح لكم الفرصة التحدث مع الجمهور، يعني اتوقع انه بيكون عندهم، يعني انا كوحدة يمكن هذه الصورة مألوفة لي عندي بعض الأسئلة، فما بالك اشخاص يشوفون هالاشياء غريبة بالنسبة لهم، فستتاح لكم هذه الفرصة؟ نعم، وتيحت لي من قبل، وهذه الحين السنة الثانية أشارك معاهم. كان جدا جميل التفاعل ما بيننا وبين الآخرين. في ناس كثير جو قالوا أوين هذا المكان؟ فطبعا هذا بعد منطلقة أن تدلينهم على الأماكن اللي هم ما وصلوا لها. بعضهم أخذوها كهدايا كنوع من التذكارات. البعض قال والله احنا كنا ساكنين في هذه المناطق ما عندي صور لها. ففي شغلات حلوة، قصص حلوة تكون تدور في هذا المجال. بالإضافة الأطفال إن شاء الله السنة أنا بحاول أن أسوي لهم نوع من النشاط قدام البوث اللي لي مخصصة، لأن يعني تعرفين تواجدهم يكون جميل، أن أنت تدخلينهم في شيء فني وتراثي في نفس الوقت. جميل. فرصة جميلة يعني بتكون. جميل. في بعض الأماكن مكتوب عليها الأسماء وبعضهم لا، هل نعم. يعني بعدين مثلا ممكن تكتبين كل صورة خلينا نقول من وين أو شنو هذا المكان؟ في بعض الصور اللي هي مثلا على الكنفاس من الصعب أن أنا أكتب، لأن ممكن الصورة ما تكون فيها مجال. أما الصور اللي تكون في براويز مثل هذه مثلا أنا حطيت سنة الالتقاط، إن يعني إن عام 2018 مثلا كان سوق الوكرة بهذا الشكل. جميل. اي بعد فترة يكون لها معنى، قد يتغير هذا المكان او تغير بعض المعالم، لكن اللي يشوفه يقول لا كان في 18 كان هذا شكلها. جميل. كذلك المناطق التاريخية اللي على طريق الشمال، احنا عندنا مناطق جدا جميلة للزيارة، يعني اللي يطلع الشمال عنده الزبارة، عنده حين عين محمد منطقة جديدة، عندنا الله يسلمك العريش، الجميلية، الجميل، عندنا رويس ومقرن، يعني بلضلوف هناك مثلا، مناطق الجنوبيه، في مناطق جدا جميله خصوصا الحين. يعني انا يعني هي فرصه بما ان الاجواء حلوه، فرصه وبعد في عطله يعني للمدارس، فهي فرصه جميله ان احنا نسوي نوع من الجداول، جدول الاسبوع، ان في هذا اليوم نطلع صوب الشمال، نطلع صوب ونحكي لهم قصص عن هذه المناطق. يعني احنا جيلنا شويه صار فيه جاب يعني فراغ ما بيننا وما بين الأطفال، فلذلك أنا حتى مرة من المرات سويت معرض في 2016 كان اسمه عين قطر.
المعرض هذا كان صور من المناطق القديمة، ودخلت فيها الأطفال بشكل يعني شبحي، يعني مش واضحين كثير، بس تبين لهم ليش إحنا لما الكبار نروح المناطق هذه يكون بيننا وبينها نوع من الألفة اللي كان حنين. إيه؟ فالصغار لا، الصغار يتمشون ويلعبون مو بحاسين فيها، لأن إحنا يمكن ما سولف لهم استاذة، حتى لو سلفنا غير لما تحطين الصورة توضحينها وتقربينها لما تكون جدا جيدة. فدخلت الصور الأطفال مثلا كأنهم في السكة يركضون، يعني عطيتهم اللمحة شلون إحنا كنا عايشين في ذاك الوقت، اللي خالش كانوا يلعبون ذاك. أيوة، فيعني كثير حتى مثلا اللي قرأ القرآن الختمة، حطيت الرجال مثلا المطوع ومعاه الأطفال، وكان يمشي ما بين البيوت بشكل شبحي كذي، يعني إنه كان في يوم من الأيام كانت المناطق هذه والسكك هذه الصغيرة كانت تحمل هذه المعاني، ففعلا يعني لقى نجاح وصدى جدا جميل. كل التوفيق لكم، كلمة أخيرة ودك توجهينها للجمهور لحضور هذه الفعالية؟ والله هي من أجمل الفعاليات، ويفترض أن ما تفوتكم، رغم أن ما شاء الله الفعاليات في الدوحة جدا كبيرة لدرجة وكثيرة لدرجة إحنا مش قادرين يعني نداوم أو نشوفها أو حتى نلحق على بعضها. فيعني أرجو أن تمر هذه الأيام بسلام وبخير، وإن شاء الله تكون علامة فارقة في التاريخ كله بإذن الله. وكتارة يعني أصلا ما شاء الله فعليا اللي بيروح هناك بيعيش هذه الأجواء. نعم، ونفس ما ذكرت الأجواء جميلة. شكرا أستاذة مضي الهاجري على هذه الصور الجميلة، والله يوفقكم يا رب. ومشاهدينا، من الفقرة الفنية بنتعرف على بعض المعالم القطرية بامتياز، نشوفكم بعد الفاصل. مرحبا فيكم جديد مشاهدينا ومستمعينا، ما زلنا معكم في برنامج الصباح باح، ووصلنا الى فقره التواصل الاجتماعي حول السؤال التفاعلي: لديك اسس شخصيه حول تربيه الاولاد وما هي؟ خلينا نشوف معكم اول مشاركه معنا: الاخلاق، الدين والصدق. ثاني مشاركه: محاورتهم وتبادل الاراء والافكار ومن ثم مناقشتها. كما أنت يكون أبنائك، أتوقع القدوة الحسنة هي تعني الكثير أو تختصر الكثير أصلاً في تربية الأبناء. وكانت آخر مشاركة: الثواب والعقاب. أكيد تحلم كل الأمهات بتربية أطفالهن على أسس تربوية سليمة وحديثة كما يجب عليها، منح الطفل قدرة على تجاوز عقبات المستقبل، وأن يتعلم أن الحياة تقوم على الربح والخسارة، وتعوده على الثقافة والإطلاع منذ الصغر. فالقراءة تعد أحد أهم الهوايات التي يجب أن نشجع الأطفال عليها، لأنها تلعب دور كبير في النجاح في الحياة. خلينا نشوف معكم هذا التقرير ولا نعوده. يعد تعلم القراءة جزءاً مهماً للغاية من النمو العاطفي والفكري للطفل، وكلما نميت هذه القدرة مبكراً كان طريق النجاح أسهل بكثير، ليس فقط في تعلم مفردات اللغة وإنما في التعلم في جميع المواد. فيتقن الطفل مع القراءة مفاهيم العلاقات بين الأشياء، وتزداد لديه القدرة على فهم السبب والنتيجة، وترتفع عنده معدلة التفكير المنطقي.
ومن أبرز الخطوات لتنمية مهارة القراءة عند الطفل وتعزيزها تخصيص وقت يومي للقراءة من خلال الإمساك بقصة مع الطفل وتشجيعه على نطق الحروف والصبر على الأخطاء. كما يجب تشجيع الطفل على القراءة بمرح، لأن إجباره على القراءة لن يؤدي في العادة إلى نتائج إيجابية، ويكون التشجيع بلطف وهدوء ليصبح وقت القراءة ممتعاً ويحرص عليه الطفل بنفسه. وفي بداية القراءة يجد الطفل نفسه أكثر انجذاباً لنوع معين من القصص، فيجب على الأهل الحرص على أن تكون بداية قراءته للنوع نفسه الذي يطلبه، وسواء كان تفضيل الطفل للخيال العلمي أو القصص البوليسية أو الكوميدية أو الألغاز أو غيرها، فيجب على الأهل عدم فرض نمط معين من القراءة عليه. ومن أبرز مهارات تنمية القراءة لدى الطفل وتعزيزها الذهاب معه إلى المكتبة في سنوات عمره الأولى، مما يفتح أمامه الكثير من الآفاق، فيجد نفسه أمام مجموعة واسعة للغاية من الكتب. كما أن البحث بين تلك الكتب واختيار الموضوعات يعمل على تنمية الكثير من المهارات في المستقبل. بين تربية الأبناء والقراءة، كيف نتحرر من أحكام الآخرين علينا؟ معانا اليوم مدربة تربوية وكوتش علاقات الأسرية زينب خشان. صباحك الله بخير. صباحك، يعطيك العافية. يا هلا زينب. يمكن كان سؤالنا لحلقة أمس وجاتنا وايد ردود عليه، إذا عندك أسس معينة تربي فيها عيالك. عقب تكلمنا عن موضوع القراءة، وسؤالنا اليوم أو محورنا معاك شلون تتحرر من أحكام الآخرين عليك. أنا بالنسبة لي أشوف أن في ارتباط وايد كبير بين الأشياء اللي ممكن نعاني منها في عمرنا الحين كنت عرضنا لها وإحنا صغار حتى من غير واعي منا. فعندك الموضوع صحيح. هل أوقات كتير إحنا نتأثر من الماضي في الحاضر، فنحكم أو قراراتنا تبنى في الحاضر بناء على ما تعرضنا له في الماضي. الكثير من الأشخاص هن ما بيقدروا يتحرروا من شعور موجود كان في الماضي، والكثير منا ما بيكون عارف أنه أصلاً أنا سبب شعوري بهاللحظة هاي أو قراراتي اللي عم باخدها أو حزني أو انزعاجي هو موجود في الماضي. تمام، لازم يكون عندك هالوعي انك تعرف اذا الشيء ضايقك الحين حلو معناته اساسه قديم، هو كاله روابط سابقه من قبل، لانه العقل دائما كيف احنا المشاعر كيف تخزن، المشاعر دائما تخزن اول شيء تكون من الفكره. يعني انا فكرتي هاي اجت بعد ما بنيت اول مره، بعد ما بنيت مجموعه من المعطيات عليها او مجموعه من الافكار خلقت فيها الشعور. فمستحيل مستحيل هلا انت اي شعور راح تحسي فيه سواء كان شعور حلو ايجابي او شعور سلبي الا ما كان يسبقه فكره او مصاحب لفكره معينه. تمام، فاذا الفكره هي الاساس. هذه الافكار ما وجدت او ما اصطحبت هاي المشاعر الا بسبب خبرات سابقه احنا عشناها. ممكن هاي الخبرات اكون انا عشتها في الطفوله او شفت حد يعيش بهذه الخبرات ويتعامل مع هذه الخبرات بهذه الطريقة. يعني مثلا شفت ماما عم تتعامل مع خبرة معينة، طفل كسر زجاج معين أو شيء معين، فتعاملت مع هذا الموضوع بغضب ورفضت هذا الشعور أو رفضت هذا التصرف أو هذا السلوك بأسلوب كان مزعج، وممكن أن هي حملت هاي المشاعر ومو بس عصبت على طول، لا بعدين ظلت زعلانة ومتضايقة وظلت. يعني احنا عم نحكي على أسلوب بسيط، بس احنا ممكن نكبر هاي الطريقة بناء على أي موقف الإنسان بمر فيه. فممكن ما أكون أنا عشت هذا الموقف، ممكن أنا شفت شخص أنتمي له وهذا الشخص كتير أنا بحبه وكتير أنا متأثر فيه، فتبنيت تصرفه، تبنيت السلوك تبعه بالضبط، تبنيت الشعور تبعه. تمام، قبل يعني نتكلم عن تحرر الأحكام ونخوض فيها التجربة أكثر، يقال أن كأنها أجيال. شنو كانت مشكلة جدك أو جدتك بالذات إحنا البنات مع أمهاتنا؟ ممكن تكون هي كأنها سلسلة متناقلة إلين أحد يكون عنده الوعي تفوكت أو أنه خلاص يهدمها. ممتاز ممتاز جدا. فهلأ خلينا نقول أنا كيف أريد أن أحدث هذا الوعي. هلأ إحنا أول شيء
الكثير من الأشخاص بيستخدموا هاي الاستراتيجيات للتعامل مع المشاعر السلبية. أول شيء ينكر الشعور، شو فيكي؟ ما فيني شيء، متضايقة. والصحيح أنك تعترف فيه وتتقبله. أيوة، أنا منزعجة، أنا متضايقة. مثلا شو مالك؟ ما فيني شيء، منزعجة، من شو متضايقة، من شو متوترة. تمام، إذا أول شيء إنكار الشعور. دائما أعطيني الصحيح له. طيب المواجه للإنكار الاعتراف بهذا الشعور. جميل. أن أعترف ما هو الشعور مهم جدا. عندما أعترف بالشعور أعرف شو هو الشعور، يعني شو الشعور الحقيقي اللي أنا حاسة فيه. هل أنا حاسة بغيرة ولا طيب حاسة بمنافسة؟ طيب الطريقة الصحيحة لمعرفة هذا الشعور، البعض يقال إن يقول إن أنك مفروض تقعد مع مختص أو أنك تكتب. أحسنتي. الآن هلا إحنا حنحكي بهذه الطريقة، كيف أنا ممكن أعرف شعوري؟ عندك طريقتين. الطريقة الأولى واللي المفروض الإنسان يتعود عليها أن أحدث نفسي. كنا زمان نقول اللي بيحكي مع حاله شفيه مجنون، بس لا، طلع العاقل هو من يتحدث مع ذاته. العاقل هو من يتحدث مع ذاته، ولكن إدارة الحديث مع الذات. ولو كتبت. ولو كتبت، ممتاز. عقب شكله ورقة اكتب، يعني كلم نفسك. طلعي المشاعر. هذا هو. وهون إحنا حنيجي نقول أنا اعترفت بالمشكلة أو اعترفت بوجود المشكلة، ما راح أفكر الآن بأن هذه المشكلة خلص هي موجودة. ما هو الحل؟ كيف؟ إذن ماذا ولماذا؟ ما هي المشكلة أو لماذا؟ عندي أنا هون عم بشوف عندي أنا شو عندي هذا الشعور، ليش أنا حاسس هذا الشعور. خلص بعد ما فسرت شو أنا تفسير مشاعري، رح أجي ماذا سأفعل تجاه هذه المشكلة اللي أنا فيها الآن. تمام. فيعني أول شيء لماذا أنا أشعر بهذه المشاعر السلبية أو حتى إيجابية على سبيل المثال. طب بدي أكرر هاي المشاعر، بدي أخليها عندي موجودة، كأني أشيل شيء سلبي وأضيف. أيوة. مكانه. فماذا سأفعل في هذه المشاعر؟ طيب هلأ قلنا أول شيء مرحلة الإنكار، يواجهها أن الشخص يعترف بالمشكلة. أوقات كثير الأشخاص يتعاملون مع المشاعر بالإلهاء. شو بيساوي؟ بيشغل نفسه بطريقة طول اليوم يكون مشغول ومسوي روحه مشغول حتى إلين قبل النوم، عشان أنا ما أعترف. مثلا تحضر مسلسلات كثير، بتشوف عشان كأنه ما يقعد مع نفس الشخص، عشان أنا عم بهرب من حالي، عم بهرب من مشاعري. لا، أواجه هذه المشاعر. حنرجع مرة تانية، هاي المشاعر رح تظلها تلحقك 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 لما يا هي تتحكم فيك أما تتحكم أنت تتحكم فيها. فمين لازم يتحكم في مين؟ أنت بتختار، أنت صاحب القرار. طيب أنا ممكن ما أعرف أواجهها لحالي، ممكن ألجأ لمختص، ممكن يعني هلأ المسميات اختلفت، ممكن أنا ألجأ للايف كوتش إذا أنا ما بدي ألجأ لمثلا أخصائي نفسي، ممكن أنه يساعدك هذا الشيء. لما أنت ما تكون عندك مشكلة نفسية، مش أحد قريب لك تثق برأيه وحكمته. الشخص فعلا واعي وحكيم، مهم جدا أنه يكون عنده حكمة. تمام، حتى أنه يساعدني أني أنا أترجم هذه المشاعر. إحنا نتعلم الطرق للتعامل مع التقنيات، نتعلم الطرق للتعامل مع قيادة السيارات، نتعلم طرق كتير، ولكن لا نتعلم شيء مهم هو أن نتعامل مع أنفسنا ونتعامل مع ذواتنا، وتحديدا الحديث مع الذات. تحديدا الحديث مع الذات، والأخص في الحديث مع الذات الغوص في أعماقي. يعني مش بس أنا أحكي مع نفسي بالسقف والشعور الخارجي، لا، أنا بدي أدخل لجوة جوة، أسأل نفسي أنا ليش عندي هاي المشاعر، أنا ليش عندي الخوف من نجاح زميل معين مثلا، ليش أنا عم بخاف مثلا من تميز حد معين، ليش أنا مثلا عم بحس بمشاعر عدم الأمان لما أكون مع حد معين، ليش عم بحس بمشاعر الغيرة مثلا. أستاذة، بس أبي يعني أستغل وجودك قد ما أقدر. بعض المواقف ممكن اللي صارت لك وانت صغير، هل صحيح أنك مفروض ترجع تسترجعها بحذافيرها وتقول حق طفلك الداخلي؟ صحيح. أن أنا آسف أني ما كنت موجود. صحيح. معك، أنا الحين صحيح. معك. صحيح. أول شيء إحنا قلنا إذا عندي الإنكار أتقبل، أنا سأتقبل كل المشاعر التي عشتها. إذا قلنا أنا عم بحمل نوع من أنواع المشاعر السلبية حتى بمرحلة الطفولة، من أول ما بدأ وعي في هذه المرحلة، يمكن في أعمار معينة مثلا عمر سنتين ثلاث سنين أنا مو فاهم، أنا مو واعي، ما كان إدراكي. عشان تنقول وايد مهم شو تقولون حق عيالكم. أيوة. يا جماعة لا تقولون إنه صغير ما يفهم. أنت عارفة أنه فرويد يقول أن المشاعر تبدأ تتكون عند الشخص ويحمل هذه المشاعر إلى باقي مراحل عمره من 9 سنوات الأولى في حياة الطفل. اللي إحنا دائما شو بيقولوا الأم والأب،
خليه صغير مش فاهم فعليا. هذا الصغير اللي ما بفهم هو بيفهم، هو لا يعي الآن هذه اللحظة، ولكن العقل اللاواعي سيفتح ملفات لديه. هذه الملفات فيها مجموعة من المشاعر، أنت يا مربي ستختار الشعور اللي ابنك بده يحمله معه، هل بدك إياه شعور إيجابي أو بدك إياه شعور سلبي؟ هل بدك ابنك يكون عنده صحة نفسية وصحة مع إدارة نفسه وعلاقاته؟ تمام. فهون إحنا يعني مني أنا رسالة لكل المربيين، إنك أنت يا مربي لازم تعمل على أن أيضا تساعد طفلك على أن يترجم مشاعره وشعوره، ما تعمل عليه إسقاط لمشاعرك وتطلب منه أنه يتبنى نفس المشاعر تبعتك. تمام. مش لأنك أنت أم ولا أب أنه أنت لازم شعورك تجاه شيء معين أن تسقطه على طفلك وتطلب من طفلك أن يتبنى هذه السلسلة، وإذا هو حاول أن يثبت نفسه. أعطيني أمثلة أستاذة، مرات الحديث خلينا مثلا الآن يعني أنا حقول لك مثلا على سبيل المثال، أنا الشخص ما بحبه، شخص أنا ما بحبه تمام لسبب معين، مثلا انا عندي تجربه سلبيه معه، خلاص ما بك انا ما اتكلم معاه، انت ما تتكلم معاه، فهمتي؟ فانا الان شعوري تجاه هذا الشخص اني انا ما بحبه، ما برغب اتكلم معه، بشعر انه لما اشوف هذا الشخص بالتوتر بالغضب بالانفعال، ما بحب اتكلم معه. فانا بالمقابل كمربي وعندي طفل، بدي طفلي يتبنى هذا الشعور تمام، وبدون ما اوجد لطفلي المبررات. ممكن أقرنها بحبه ورضاي عليه، أشرط عليه يكون حب شرطي، وإن كان هذا الشرط يعني واضح أو خفي. فإحنا هون شوفي أنت عم نحكي على قديش، حتى مثلا على مستوى الأكلات، على مستوى الأكلة، أنا هالأكلة برغبها أو بحبها أو بفضلها، فبالمقابل نفس الشيء عم بتعامل مع هاي المشاعر وكأنها تنتقل، يعني خلص لازم دايركت أنت ابني فلازم تتبنى نفس المشاعر نفس الطريقة وبدون وجود تبرير. يعني الطفل دائما في المراحل الأولى هو يحب أن يعرف هذا الشيء لماذا وضع هنا، أو ببلش يفهم، خلاص هي كذي ما يصير، يشغل عقله. إحنا شو بنعمل؟ بنقول له طفي عقلك حبيبي، وأنا بنقول لك البيانات تبعتي وبحط له إياها. طب لا، أنا ما بدي تعمل لي الداتا تبعتك مرة ثانية تنقول لي إياها، لا أنا بدي أكون الداتا تبعتي. صحيح، فهمتيني؟ فهون بيصير المشكلة إنه الطفل المربي ما توقع بهذه المشكلة. خلينا نرجع هون للمشاعر. أنا كشخص بالغ الآن عشت مجموعة من المشاعر السلبية اللي كانت بفترة من مراحل الطفولة، إذا أنا لازم أتقبل هذه المشاعر. لما أتحدث مع ذاتي وأرجع لهذا الشعور السلبي اللي عم يتعامل معي أو أنا عم بتعامل معه بهذه المرحلة العمرية، وخلص أنا ما بدي إياه، هو هذا الشعور عم يسحبني لتحت، هذا الشعور ما عم يخليني أكون مبسوطة، ما عم يخليني أتقدم، ما عم يخليني أتطور. التطور يكون على مجموعة من المستويات، سواء كان المستوى الشخصي، سواء كان المستوى المهني، سواء كان مستوى العلاقات، أي نوع من أنواع التطور، هذا الشعور عم يسحبني. زينب، زينب الحديث معك دائما وابدا شيق، اتمنى تكون وصلت وشي خلينا نقول ولعنا ليت صغير في راس كل احد سمعنا. شكرا لوجودك معنا زينب حشان، ومشاهدينا وصلنا معكم لنهايه حلقتنا اليوم، شكرا على طيب متابعتكم. وسؤالنا لبكره، ما رايك بالشخص اللي يسامح دائما؟ نشوفكم بكره ان شاء الله مع مواضيع جديده، وفي امان الله.